السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، اليوم معكم في ليبيزود 5 ديال لا بروبابيليتي. كما كتشوفوا في التيتر ديال ليبيزود هما لي كومبينيزون. التمرين كيقول عندنا 52 اكس بوكس وواحد الجوع طاحوا فيه تيه 13 اكس بوكس مختلفين. السؤال كيقول تيتيرميني لو نومبر دو مام بوسيبل. مزيان، وعندنا القاعدة كتقول باش نخرجوا لي كومبينيزون ديال التمرين. القاعدة كتقول سي ك، هاد القاعدة كاينة في الكور، ان فاكتوريال ك فاكتوريال عامل ل ان ناقص ك الكل فاكتوريال. دابا المشكلة اللي كيطيحو فيه الطلبة هو انه ما كيعرفوش ان من بين ك. انا بين اعطيكم واحد، انا اعطيكم واحد الطريقة هتعرفوا، حتى الطريقة سهلة هتعرفوا فين هي ك في التمرين وفين هي ان. ديما ك تتكون اصغر من ان كما مكتوب هنايا، ك اصغر قطعا من ان. ديما ك هي صغيرة، وكتشوف كما كنشوفوا في سميتو في التمرين فين هي صغيرة. عندنا 13 اكس بوكس و52، 13 اكس بوكس اللي جاو في داد الجور، وفي التوتال ديالهم 52 اكس بوكس. يعني فين هي الصغيرة؟ 13 هي الصغيرة، يعني ك و ان هي 52. كما المهم، هذه هي الطريقة باش تسلكوا ديما راسكم. ديما ك كتكون اصغر قطعا من ان، وكتشوف في التمرين داك لو نومبر الصغير هو اللي كتديرو ك، و لو نومبر الكبير هو اللي كتديرو ان. والطريقة الثانية كتشوفوا اش غناخد ومنين غناخد. داكشي اللي غناخد هو ك، ومنين غناخد هو ان. غتاخدو 13 اكس بوكس من بين 52 اكس بوكس. صافي، وهنا كنجيو دابا كنعوضو سي ك ان كتساوي ان فاكتوريال، قلنا هي الكبيرة لو نومبر الكبير هي 52 فاكتوريال، وق هي الصغيرة قلنا هي 13 فاكتوريال، ان 52 ناقص 13 الكل فاكتوريال. هادشي غيعطيكم، هادشي غيعطينا 6.35 10 أس 11. انا نسيت ما درت، انا عوضو تاعنا سي ك قلنا هي ان ديرو مير هنا. نتوما تعوضو جيريكت، ما ديروش هكا، تعوضو جيريكت. قلنا ك هي يعني نوم صغير هي 13، و ان هي 52. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد سميتو لي بيزود، هاد لي كومبينيزون. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي سيغ يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ونزلوا للديسكريبسيون عند لكوا لا باج ديالي في فيسبوك، ديروا لها لايك. ولا عندكم شي تمرين ولا شي اكزرسيس لهوليا بيبليه في لا باج ونقدو جميع. يلا نتشوفوا في البيزود السادسة ان شاء الله.